سبع صف مباني عريقة من عصر التأسيس، معظمها يحتوي واجهات عريقة. بناية بهذه الألوان الزاهية لا يتوقعها الإنسان هنا، لكنها أيضا في شارع كاوفمان، ويتملكها غيتا غوس وأكسل غاين. أهلا ومرحبا بكم. في منزل الزوجين هناك تناسق بين جميع الطوابق بسبب الألوان القوية. ينبغي الانتقال للسكن في هذا المنزل وإظهار جمالياته. يدخل الشخص إلى الطابق الأرضي ويشاهد اللون الأحمر، ونحن نقطن فوق هذه الخطوط الحمراء تقريبا في الطابق الأول المطلي باللون الأحمر، فهو من ناحية يجلب الطمأنينة، ومن ناحية أخرى فإن الأحمر يعطي أيضا الطاقة. وعندما يدخل الإنسان يشاهد التناسق في الطوابق العليا، حيث اللون الأزرق الذي يبدو أبرد قليلا ويجلب أيضا قليلا من التناقض ليكون مصدر إلهام ويدفع للتفكير والانفتاح. السمة الأخرى هي توزيع الطوابق المختلفة. الأطفال يعيشون في الطابق الأعلى وتحت السقف، حيث الحمام الفاخر. الطابق الأول للأسرة، وفي الطابق الأرضي يقطن الوالدان في غرفتين واسعتين. غرفة النوم والحمام في غرفة واحدة. كيف يمكن جعل مبنى سكني كبير تم تصميمه كمنزل عائلي مناسبا لأسرة من القرن 21؟ في البداية كان من المهم أن يجد أفراد الأسرة ملاذات آمنة، الأطفال والآباء، وهذا ضروري حتى نتمكن من العيش معا كأسرة واحدة. أردنا الحفاظ على كل هذه المميزات، ومن ثم كان علينا عكس ذلك في المظهر لتحديد هذه الوظائف في كل طابق بدقة. وبهذا النسق المتواضع صمم مسكن الزوجين أيضا. شعارهم هو أثاث قليل وأنيق بدلا من شغل مساحة الغرف. بالنسبة لي كأم يجب أن أقول بكل صدق إنها استراتيجية البقاء على قيد الحياة، لأنه يصعب عليك بكل بساطة التعامل مع 4 أطفال، ومن المفترض أن يبدو كل شيء لطيفا وجميلا، ولهذا نحتاج إلى هياكل واضحة، وهذا المنزل يساعد في ذلك. ومثل هذا المنزل يساعد أيضا في توفير الطاقة، فقد تم تجديد المبنى القديم من عام 1903، حيث لا تنفذ الحرارة إلى الخارج. والمهندس المعماري الذي صمم التجديد يقول إن كثيرا من المباني القديمة مناسبة لتوفير الطاقة نظرا لسماكة الجدران. المباني من هذه الفترة، أي فترة عصر التأسيس، مناسبة لتوفير الطاقة، إذ لم يكن علينا سوى إضافة عازل للقبو والسقف، وكذلك تركيب نوافذ جديدة ونظام تدفئة. منزل مثالي في نظر المالك، لذلك يفتح بمناسبة يوم فن العمارة في نهاية هذا الأسبوع للجمهور. لقد أنشأنا شيئا جميلا ونعرضه بكل سعادة. المفروشات الحديثة والمباني التاريخية وكفاءة استخدام الطاقة في هذا البيت، يتوفر كل شيء تحت سقف واحد.